للمزيد من التفاصيل ينضم الينا محمد نور مراسل تلفزيون سوريا من ريف الرقة. اهلا بك معنا في هذه النشره محمد، ما اخر تطورات عمليه قسد ضد خلايا تنظيم الدوله في دير الزور والحسكه؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. فعليا عمليات قسد الأمنية التي تطال عناصر تنظيم الدولة في ريفي دير الزور والحسكة مستمرة لليوم الثالث على التوالي. بحسب إعلام قسد فإنه جرى اعتقال 45 شخص من المتوقع أنهم من خلايا تنظيم الدولة التي تنشط في بادية دير الزور وأيضا في بادية الحسكة، ولكن فعليا هذا بحسب إعلام قسد. أما بحسب الأهالي في هذه المناطق التي طالتها حملة الاعتقالات فعليا العشوائية، بحسب الأهالي في هذه المنطقة بأن هذه الحملة التي شنها قسد هي حملة عشوائية طالت العديد من الأهالي، وخاصة في جنوب مدينة الحسكة في ناحية دشيشة وأيضا التويمين وتلصوك والعطشانة، وهذه القرى فعليا جرى اعتقال قرابة 40 شخص من أهالي هذه المنطقة. طبعا هذه العملية سابقا أعلنت عنها قسد بأنها للثأر أيضا لمقتل 2 من كوادرها في ناحية الدشيشية، لذلك القرى المحيطة في قرية الدشيشية كان لها النصيب الأكبر من هذه الحملة التي تشنها قسد. فعليا 40 شخص من أهالي هذه المنطقة جرى اعتقالهم، وخاصة في قرية تل الشاير. بحسب الأهالي قالوا أن الاعتقال طال أيضا كبار السن، وهنالك أيضا شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فعليا جرى اتهامه بأنه مقعد بسبب إصابة حربية، أنه كان يعمل مع تنظيم الدولة، ولكن الكل يعلمهم أنه من أهالي هذه المنطقة وليس له أي ارتباط مع تنظيم الدولة. ما يزيد أيضا دلالات الأهالي على أنها حملة عشوائية هو عدم مشاركة قوات التحالف في هذه العملية. نعم، فعليا شاهدنا سابقا جميع العمليات الأمنية التي تستهدف خلايا تنظيم الدولة. طيب يجري محمد جوي مقتل قوات التحالف، وخاصة آخرها كان يوم الثلاثاء الماضي في قرية الفطيرة في ريف دير الزور، عندما جرى اعتقال 3 عناصر من تنظيم الدولة. كان هنالك إسناد جوي من قبل طائرات التحالف ودعم لوجستي واستخباراتي أيضا لميليشيا قسد على الأراضي. طيب ماذا عن الغارات الروسية المستمرة منذ يومين على البادية السورية؟ هل هنالك تفاصيل إضافية؟ نعم، فعليا في بادية الرصافة جنوب مدينة الرقة فعليا هنالك غارات لطائرات الروسية على هذه المنطقة تستهدف خلايا تنظيم الدولة التي تنشط فعليا بكثافة في هذه المنطقة من جنوب مدينة الرقة باتجاه أيضا شرق مدينة حماة، وخاصة عند طريق السورية. سابقا كان هنالك نشاط كثيف لعناصر تنظيم الدولة، جرى استهداف أيضا خزانات الوقود التي تنقل النفط من مناطق سيطرة قسد باتجاه مناطق النظام، لذلك فعليا أيضا هنالك أيضا في هذا المنطقة جرى فعليا استهداف لميليشيات إيرانية وأفغانية في هذه المحاور تنشط فعليا عملية تنظيم الدولة في هذه المنطقة، وخاصة أنها منطقة مفتوحة أيضا باتجاه صحراء تدمر وصحراء دير الزور الذي أيضا جرى فيها أيضا عمليات كمائن وقتل عناصر قوات النظام في هذه المنطقة. نعم، شكرا لك محمد نور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من ريف الرقة، شكرا جزيلا لك.